IFM, la plus belle radio. برشة تتي حقدر قلة احترام 75% دخالي على الميدان هذا كلامك وتقييمك للساحة الفنية سنوات أقل من عام تقريبا قلت الكلام هذا لليوم ما زلت نفس النظرة عندك زادوا الأرقام ما عادش نتفرج مقاطع التلفزة فريمون ما نتفرج في حتى شيء سا ماريف دي فوا نشوف سور فيسبوك ولا غير ولا فيديو مي الحقيقه مانيش قاعده نتبع جمله قطعتها التلفزه وي حتى قناه حتى القنوات اللي عندها نسبه مشاهده كبيره برشا جمله غريب علي. من اعلاميه كيفك مثلا لازمك تكون اين وتتبع شنو باش نتبع وشنو الافاده اللي باش تعطيني كي باش نتفرج في نوعيه البرامج هذيا برمجه نتاع تلفزه لازمها تكون متنوعه وقلت هيك بكري قلت صحيح. لك يمكن بعد التخمه الكبيره اللي صارت بعد الثوره وتحسب انا بيجي راه وقالوا محسوبه على النظام البائد فريمون ما فهمتش لنهار قدمت برنامج سياسي البرنامج بدون استئذان لا ما يقولوا كان معجب بيك القصر مش ما نقولش اشخاص كانوا معجبين بيك والله منك نسمع وطوميو علاش نحب نعجب الناس مني تسمع مش مني تسمع لا جو تاسيور سمعتها برشا مرات مش مني انا عاد في النظام البائد انا بنت المخلوع هكا سميوها كنت نقرا انا وياها معناتها كنا اصحاب ونقراو مع بعضنا اي فوالا دونك وين معجب بيا جو فوا با مع بنت وانا ليه معجب بيك كاعلاميه مش معجب بيك الاعجاب هذاك نخصيب معجب بيا اعجاب لا 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 لسوء حظك ما كانش معجب بيك الاعجاب الاخر ولا لحسن حظك ما حسن حظي ليه هربت الكلمه اي حسن حظي اما كان معجب بيك كاعلاميه اوغوزمون بور موا على خاطر كنت نقدم في حاجه باهيه واضح تعجب